متحف المهرة في قشم مريته، مجهود شخصي من شخص يعني اسمه سعد مسلم الجدحي، يعني ما شاء الله، يعني هو ساكن بالبيت نفسه ومسوي نص البيت متحف، يعني من حسابه الخاص، تخيل، يعني هو اللي قاعد يشتري، هو اللي يعني تراث المهرة كله عنده، يعني آلاف يدفع يعني في حب التراث، يعني شيء يعني يشكر عليه. وأنا بغناتكم أشكره، ما أعرف الشخص، بس صراحة يعني عجيب أكثر من 40 سنة مجهود شخصي، يعني ترى أقلية من الناس يعني توصل المرحلة هذه. أنا خسر من حسابي الخاص، وتخيل أنا ساكن بنفس البيت، تخيل، يعني نص ساكن فيه والنص الثاني متحف. أنا ما شفت جميع الدول اللي مريتها أو متاحف، يعني ما شفت صراحة، يعني أنا حي فيه الروح، الحب هذا صراحة للتراث، للتاريخ، تاريخ، هذا تاريخ، يعني مرينا على كل ركن فيه، ماكو شيء ناسيه، ماكو، يعني كل شيء ذاكرة، من أسلحة، من أزياء، من يعني ما أدري، البارود، أشياء يعني ما تخطر على البال موجودة، وثائق، الجواز القديم، الوثيقة القديمة، يعني أشكره صراحة، وياريت يوصل الصوت هذا بعد حقه فعلا، يعني إنه إنسان والنعم فيه، اعتز بالتالي.